رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للقب بطولة سوبر كاب لفنون القتال المختلطة للهواة. نعم، البطولة أقيمت ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2022 بتنظيم من الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة ومنظمة خالد بن حمد الرياضية في الفترة من 8 إلى 12 من مارس على صالة مدينة خليفة الرياضية. قد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن فخره واعتزازه بتتويج المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة بلقب النسخة الأولى من بطولة سوبر كاب لفنون القتال المختلطة للهواة، وذلك بعد فوز المنتخب على حساب المنتخب الإيرلندي بنتيجة 9 انتصارات نظيفة في النزال النهائي للبطولة. قال سموه سعداء بالإنجاز الجديد الذي حققته رياضة فنون القتال المختلطة متمثلة بالمنتخب الوطني الذي يقام على أرض مملكة البحرين ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2022. فهذا الإنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز بعد المستويات القوية التي ظهر بها أبطال المنتخب الوطني في هذا المحفل الرياضي الدولي. تابع سموه أن هذه النتيجة المشرفة ما هي إلا تأكيد لما وصلت إليه رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية من مستوى متقدم، والتي نجحت من فرض نفسها بقوة وتحقيق العديد من الإنجازات التي وصلت بالمنتخب إلى التربع على صدارة تصنيف المنتخبات المعتمدة من الاتحاد الدولي. أضاف سموه أن أبطال البحرين كانوا على الموعد ونجحوا في تحقيق اللقب على من جدارة واستحقاق، مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز يشكل دافعا كبيرا لمواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات التي تضاف للسجل الرياضي الحافل للمملكة. قد أنى سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، وأعضاء ومنتسبي المجلس ورئيس وأعضاء الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة على النتيجة المتميزة التي حققها المنتخب في هذه المشاركة الدولية، مقدرا سموه جهود الاتحاد في تهيئة الأجواء المثالية للمنتخب للإعداد والتحضير لخوض هذه المشاركة وإحراز لقب البطولة، متمنيا سموه حظا أوفر لبقية الفرق في المشاركات القادمة.